برنامج الغذاء العالمي في اليمن طالت هو الآخر شبهات فساد. في عام 2019 كشف تحقيق لوكالة الأسوشيتد بريس عن وضع أطنان من الأغذية والأدوية والوقود تحت تصرف جماعة الحوثي. هذه الأخيرة استغلتها لتمويل حروبها. التحقيق قاد أيضاً إلى اتهام 12 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة بالتربح من الاتجار في مواد المساعدات المتبرع بها دولياً والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف. أي مكان في العالم وأي عملية أو أي عملية إغاثة بحجم العملية في اليمن التي تخدم أكثر من 12 مليون شخص أكيد طبعاً سيكون فيها بعض الشوائب، ولكن القاعدة العامة هي أن المساعدات تصل إلى مستحقيها. منذ مطلع 2020 إلى غاية صيف العام ذاته كشفت الأمم المتحدة عن إنفاقها 600 مليون دولار أمريكي على العمل الإغاثي في اليمن. خصص 52 مليون دولار من هذا الرقم لجهود مكافحة فيروس كورونا. هذه المخصصات حامت حولها أيضا شبهات فساد من طرف كثير من اليمنيين. كثير من الأموال بحسب التسريبات التي خرجت تذهب لمنظمات غير متخصصة، ربما في المجال الإنساني، مما جعل اليمنيين يطلقون حملة كبيرة بعنوان أين الفلوس؟ أين الفلوس؟ سؤال لا يزال حاضرا وبشدة في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بالأساس. تتهم الحملة المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بسوء صرف 4 مليارات دولار كانت موجهة في عام 2019 لإغاثة اليمنيين. المنظمات الإنسانية يعني هزمت في اليمن بسبب أنه عدم وجود الشفافية وأيضا نهب المساعدات التي تصل والتواطؤ الأممي واضح للعيان. هذه الاتهامات ترد عليها الأمم المتحدة بأن عملها في اليمن متوافق تماماً مع معايير المبادرة الدولية لشفافية المعونة، شفافية يقول يمنيون عنها إنها مفقودة. أهم شيء بيقوم به البرنامج هو عملية مراقبة توضيع المواد الغذائية، سواء كان هذه عن طريق مراقبة التوزيع نفسه أو حتى عن طريق ما نطلق عليه الـ Third Party Monitoring أو المراقبة عن طريق طرف ثالث. بيقوم هناك في هناك شركة تقوم بالاتصال بجميع المناطق في اليمن للتأكد أن المساعدات وصلت إلى من يستحقها. بالدخول إلى نظام التتبع المالي الذي تعمل به الأمم المتحدة وإلى حدود صيف 2020 تظهر الولايات المتحدة كأكبر المانحين لليمن بحوالي الثلث من مجموع مبلغ الإغاثة، أي ما يناهز 200 مليون دولار، نسبة إنفاق تمنح واشنطن حق تقييم عمل ونشاطات الأمم المتحدة في مناطق النزاعات. لن نقوم بتحمل المزيد من الأعباء بعد الآن. هذا هو الإطار الذي يحكم تعامل الإدارة الأمريكية مع المنظمات الدولية بشكل عام. وبما أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأمم المتحدة تأخذ منا الأموال بشكل رئيسي لتخطئ في إنفاقها وتسيء استخدامها وتسرق حتى أجزاء ولو صغيرة منها، فيجب أن تحاسب على ذلك وعليها إصلاح نفسها وتصحيح طريقة عملها. هذه ليست جرائم بدون جنات، ويجب أن تكون هناك عواقب لذلك. لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات المطلوبة والمطلوبة بشدة، سننهي اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه تلك الأموال إلى الاحتياجات العالمية العاجلة للصحة العامة.